خلال شهر رمضان موبيليس يضاعف عرض بيكس ثلاث مرات. مع بيكس 100 استفيدوا بالمكالمات وSMS غير محدودة نحو موبيليس، 300 دينار رصيد إضافي نحو كل شبكات، وواحد جيجا إنترنت مهدى، الكل صالح خلال 24 ساعة. بيكس هو العرض اللي يولمكم. موبيليس أينما كنتم. في هذا العدد الأول لبلاد تي في التقينا حصريا مع المنتجة والمخرجة الجزائرية ريم غزالي، التي فرضت نفسها في هذا رمضان بعمل تلفزيوني ضخم بوغرون. ريم غزالي الفنانة المنتجة والمخرجة، بدايتها كانت سنة 2005 من برنامج ستار أكاديمي 3، حيث نالت شهرة واسعة في الوطن العربي وبالخصوص المغرب العربي الكبير. أنتجت وقدمت عدة برامج تلفزيونية على غرار برنامج جيت سيت. برنامج جيت سيت، خلوا عينيكم مفتوحين. حقق لي حلمي. الكاميرا الخفية الوعرة. يوم أوطي سلسلة بي 73. عودة المفتش طاهر. اوه عرفت شحال مرة قلت لك دق دق قبل ما تدخل، هاد ما راكش عندنا انك هنا. وسلسلة بوغرون التي تعرض في شهر رمضان 2018، التي نالت إعجاب البعض وشغلت الرأي العام حول هذه الأخيرة. أنا الملكة هيدورة، ملكة الملوك والعشر مملكات. حول عملية الإنتاج بوغرون، انتقادات بعض الفنانين ونظريتها حول الإنتاج في الجزائر، ريم غزالي تقول: مساء الخير سليم، بونسوار لكامل ليكيب، صحة رمضانكم، صحة فطوركم، وينكم تبعونا مشاهدينا، صحة فطوركم ومرحبا بكم. رمضان نجوزه تخي تخي بيان الحمد لله، ماناش نحسو به باسكو رانا مازلنا خدامين على المسلسل اللي راكم تشوفوه في هذا رمضان. ان شاء الله دون اون سيمين هكذاك ان شاء الله نكونوا كملنا ونرتاحوا شويه ونتمتعوا اكثر برمضان. Au fait, c'est normal, les débuts, on ne peut pas s'attaquer directement à une grosse production qui m'a donné à Bougron. Il faut que j'ai des expériences, il faut que j'ai des possibilités pour pouvoir faire une production qui m'a aidé. Mais quand je parle de Hilmi ou de Sghira, j'aime faire une chose grande, mais je n'ai pas des possibilités, je n'ai pas des expériences pour pouvoir faire des projets qui m'ont aidé. Donc il fallait d'abord être prête. Avoir fait assez de formation, et la plus grosse formation c'était lors de mes petites productions justement qui m'ont appris beaucoup de choses. L'ilhqouni lyouma dirt cette production avec beaucoup de fierté ou alhamdoulillah inchallah tkoun ajbatkom. L'idée تاع البروجي تاع بوغرون، انا الناس اللي تبعني يعرفوا بليك ريم غزالي تحب بزاف تو سكي فانتاستيك، الخيال، هاري بوتر، نحب بزاف تو سكي اليسو بي دي ميرفاي، هاري بوتر، نحب الحاجه اللي انا حاجه فانتاستيك اللي فيها لا سورسيلري، فيها لا ماجي، فيها
هاد الامور اللي حنا ما تعودناش نشوفوهم على القناه الجزائريه اي جو بونس كو شاك انفان يحب يشوف هكذا لي زافونتور والمغامرات ويحلم شويه ونجيبوا له شويه فانتازيا ونجيبوا له شويه خيال نخلو شويه عقل الطفل اي سو ديفلوب وليماجينير تاعو اي سو ديفلوب ويحلم باسكو جو بونس كو في الجزائر بلو بريسيزيمون في الجزائر ما نعطوش اهميه للطفل بالخصوص انا كنت ماشي حابه باغ اكزومبل هاد لا برودكسيون تجوز غير في رمضان مي مالوروزمون اون نو بو افوار كو دي بودجي بور بوفوار سيكسبريمي بلوس غير في رمضان للاسف تما ماشي حاجه هاد القاعده حسينا نبدلوها لا بروف كان عندنا ليميسيون تاع جيت سيت كانت تجوز في بوندون لاني اي لا في دي بيك دوديمات مي صعيب مي بلوزيغ فوا اون ا ايسيي دو بروبوزي مسلسلات دراميه سينا نعملوا مسلسلات على مدار السنه بوركوا با مي إلي تري ديفيسيل القبول من القناة التلفزيونية سي تري ديفيسيل أنهم يتقبلوا هاد الشيء دونك سي بور سا كو أنا ببقرون هاد العام سي اون ايدي اللي جاتني ديجا بديت في الكتابة فيها باسكو نحب بزاف الخيال إي بوي لي توندونس انترناسيونال في العالم راهم كلهم سي دي سي دي سي أونتر لو فانتاستيك et l'historique. Certes, le fantastique ou l'historique, ça existe depuis très très longtemps, mais les tendances sur les séries, donc avec les grosses plateformes, les Dorka ou là où ils concurrencent carrément le cinéma, etc., on voit les grosses séries, les plus gros scénaristes, gars, ils se sont mis sur les séries. D'ailleurs, on voit un déséquilibre sur les productions cinématographiques faites Hollywood. Parce que gars, je pense en quelle année Waqila en 2011 Waqila ils ont fait une grosse manifestation parce qu'ils étaient mal payés les scénaristes fait Hollywood etc etc et donc là ils ont tous basculé شوف ملي خرجوا les séries تاع Prison Break خرجوا معمره les séries دركا واش راهم les séries les rentrent tendance depuis 2007 Tudor, il a eu plusieurs saisons à Henri VIII, عندك Reign, عندك Borgias, عندك Game of Thrones, ils sont à la 8e saison تاعهم. عندك Last Kingdom, عندك Nightfall, قعدوا c'est des super productions de différents pays اللي داروا هادو لي سيري اللي رايحين دون الفانتاستيك الهيستوريك كاين كاملوت اللي يروحوا دون لي تروك بلوس ديكالي ايتترا ايتترا حنا لا نوت انا جوري ايمي كي سوا فريمون بيورمون فانتاستيك ايتترا ايتترا مي حنا كوم اون في باسي نو بروجي في رمضان دونك حنا يفاليك تكون عندنا خلطه ان بو سبيسيال بور لو تيليسبيكتاتور الجيريان تما يفاليك لي لا توش تاع الضحك qu'il y ait du fantastique باش تكون اول حاجه يعني باش نكونوا لي بلوس دو تنتاتيف ونقدروا نامنوا بهذا النوع من المسلسلات دونك فوالا ليدي جاتني جوست ابري الوعره دونك با د فاكونس ريان دو تو دخلنا ديريكتومون ان اكريتور انا وزهره العجيمي اللي نحييها ou directement bdina nktbou pendant des mois on a fait un atelier on badait qu'il y avait des gens qui n'étaient pas sérieux sans citer les noms il y avait des gens qui venaient qui repartaient wana nhab el jiddiya fi el khdma taei donc nhayi Zahra Jamil elle était très mujtahida c'est une femme extraordinaire où khdemna vraiment avec beaucoup de détails qui mène ndirou des recherches nhawsou surtout que le jeune ta 2018 on a essayé de toucher un petit peu les jeunes ta يعني la زعما شويه la mafia et tout etc donc في الحوار c'est très difficile donc il fallait qu'une chouffness que je m'inspire de gens que njib ness ou nsqsihom nqolhom kifash yhadrou fi langue تاع 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 الزنقه كيفاش يقولوا اي بيان ايفيدامون حنا لازم دائما نزيدوا حاجه باش بوغ ان بو يعني ماشي اون طوب دون ليكزاجيراسيون سي دي رياليتي باسكو دركا لي توندونس تاع هادو لي جون يقول لك يسمو نيرم غزالي يسموك صحه فطورك يسموك مرحبا بكم يسموكم صحه رمضانكم دونك يقول لك يسموك كيما خرجت لا توندونس تاع صافي بليزير وشغل كاين بزاف ناس يقولوا شغل هذيك الوسمو شغل انا هذاك الوسمو ولا انتيك ولا جو سي با سي الفاظ حنا تخرج من لي سيتي من
من اللي جون تاوعنا يخرجوا هكذا كلمات مامي يعني هكذا دونك رفضناهم كامل كل واحد واش يقول لنا ميم لي سورنون تاعهم لياس لافابو بصح كاين دي جون لي يسموا واحد لافابو واحد لامجيلات واحد ما على باليش انا عندهم قصص هكذا دونك حنا اون سي انسبيري دو توت سي زيستوار باش لميناهم باش حطيناهم يغني في كوم سا باغازار بي ليستوار تاع بوغرون لا سيزون 1 اسمها بوغرون لا سيزون 2 سا سرا با بوغرون باسكو سي هي ليجند اوف كينغدمز واسمها اسطوره الممالك داكور دونك سي صراع على العرش اي توت سيتيرا دونك يا 10 مملكات دون المملكه تاع لو بيليه اللي هي احنا في الاعتقادات القديمه في افريقيا لو بروتيكتور دو لافريك سيتي لو بيليه دونك حنا خدينا دي زيستوار دي ميت اعتقادات هذا بيان سور باسكو رانا حنا في الخيال كلش مسموح في الخيال يسمح لك انه يمكن نكونوا في ديكور سوبر مودرن وما تقدرش انت تتحكم لانه هذه فتره ما نعرفها وحنا هنا فتره من الخيال دونك الخيال يسمح لك تعمل واش تحب Non, parce qu'au fait, je n'ai pas choisi. J'aurais voulu le faire depuis très longtemps, mais je n'avais pas les moyens de le faire. L'imkaniyat ma kanch andi. كنت حابه نشارك ماذا بيا نشارك انا في مشروع كبير ولا منتج ولا مخرج يجي يتبناك ولا يقول لك ولا يعطيك دور رئيسي لكن En général, ce qu'on me proposait, que ce soit في الوطن العربي ولا هذا, c'était des trucs اللي انا ما شفتش روحي فيهم. وانا من النوع اللي جو بريفير با نبان وندير حاجه اللي نقتنع بها بيان ايفيدامون حنا انا جامي في حياتي ما جي جو كوبي حاجه اون بو سانسبيري سيرت تو لي غران رياليزاتور في العالم لي سيناريست اي سانسبير ما نقدروش نخترعوا حاجه ما شفناهاش ولا ما عشناهاش ولا الا في الخيال اللي تكون حاجه اللي تكون ان كرياتور اللي تقدر تخترع امور تو بصح تستعمل تو سكي موجود تو سكي شفناه ولا الا كاين حاجه بصح بيان سور الا يقعد الابداع والجمال وبزاف حاجات لي فون كو سي لا ديفيرونس مانام بو روفينير على عاشور بدايه عاشور شحال انتقدوه الناس بزاف ناس انتقدوه من الاول سي نورمال كونت اوني افونغارديست اوني توجور اكسبوزي على كريتيك دونك كي حبطوا بعاشور مالو الناس كامل ودركا دائما يعاودوا يحنوا للماضي الزمان في الموسيقى كانوا كيسمعوا الموسيقى يقول لك وراهي موسيقى تاع زمان ودوكا كل ما اون طران دافونسي كل ما اون دي سا سورتو سور كلكان كونت اي لابورت اون نوفوتي ولا يدخل بحاجه اللي هي جديده مي جعفر قاسم الى ايتي توجور يعني تري متطلع على كاع واش يصرى في الوطن العربي و بلو بريسيزيمون على الانترناسيونال كيما كي كنا نخدموا في ناس مليح سيتي كنا نديروا لي بارودي دي غران فيلم دونك دائما هذاك التطلع على واش صاري من الجهه الاخرى كي تجيب حاجه جديده دائما ينتقدوك ومن بعد كيوالفوك ويفهموا بلي انت راك متطلع راك سابق ايتترا ايتترا دونك Pour répondre clairement à la question, jamais je ne pourrais copier Ashur al-Ashur. D'ailleurs, si je devais copier Ashur al-Ashur, j'aurais la chose la plus simple que j'aurais pu faire, c'était de prendre le casting. هذه أول حاجة باش نلصق السوكسي تاع حاجة نروح نجيب الكاستينغ تاعها ندير الناس ديجا يحبوهم عندهم قبول عند الناس دونك ناخذهم الناس راح يفرحوا أنا في ديكور شباب وهذا 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 ونفوروا الإمكانيات ورانا تمشينا فيها. Donc, un défi تاعي, c'était d'abord de ramener un nouveau casting. Je suis à بعد على le copier coller. Le décor ما عنده حتى علاقه وما صورت في حتى ديكور تاع عاشور العاشر و سي با دي ديكور لي سون سبيسيفيك لعاشور العاشر. Il faut dire que c'est des studios تاع طارق بن عمار في تونس وفي ماشي استوديو واحد في عده استوديوات يعني كسوا في حمامات كسوا في تونس ومن بعد تقدر انت تستعمل استوديوات ديجا موجوده كيما تقدر انت تركب استوديوات جدد وتطلع ديكورات جديده دونك حنا سي اون ا يوتيليزي ديجا لو استوديو تاع طارق بن عمار وين تصور
عاشور العاشر ماشي احنا كنا في تونس ما كناش في حمامات ديجا اون ا تورني كلكو سيكونس في حمامات دون دوتغ ديكور كومبليتمون اي لي ديكور كي اون ايتي مونتي تاع العرش تاع المملكه تاع بوغرون تو ايتي تورني دون دي سيت اركيولوجيك دون دوتغ ستوديو كاين دي تروك تصوروا هنا في الجزائر ايتترا ايتترا دونك حنا اون ايتي با فوكاليزي سور ان ستوديو اي با دو تو لو ميم. Donc, je pense que l'hikaya elle est très claire. Ni les costumes, ni les décors, ni les scénarios, ni l'équipe technique, ni les acteurs. Donc, à quoi ça va ressembler? Mais tu bêches bien sûr l'Achor. L'Achor, il a fait son succès. Ou Bougron, Fitriq, Inch'Allah, l'Najah. Ou Khotwa, Tani, Jdida, parce qu'on est parti sur quelque chose qui met Kounch Fiha. L'humour, il y a plus de drama. L'humour j'ai mis en 2018, il y a un voyage à travers le temps. Risqué et tous les producteurs les narfom قالوا لي انت مهبوله وكلهم اعتبروا انه c'est il faut être fou pour faire un truc pareil en Algérie alors que انا نعتبر انه الواحد qui se met روحو producteur un producteur il doit يغامر ويدخل في 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 مشاريع اللي امن بها يديرهم ويروح يبيعهم c'est ça un vrai producteur. Sinon, tu as un producteur exécutif. C'est ça, oui. Donc, j'ai travaillé très dur, j'ai appris, je suis polyvalente, je fais beaucoup de formations. Je n'aime pas quelqu'un qui me retrouve à l'aise. Et puis, pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui est erreur? Je demande le savoir. Qu'est-ce qui est erreur? Je suis polyvalente. Qu'est-ce qui est erreur? Je veux apprendre. C'est que ana rohet sawart kemmelt tsawir taei w j'étais très sereine et tout le monde me disait kifach rim t'as pas encore mazal ma rohti chfti le qanati et hakda donc ana ki rohet le qanati apparemment kanu kamel dairin baramj tahom ils annonçaient déjà full sur les chaînes que les producteurs na fdzair hatta ana kont awwal wahda min bdit nsawar مي جيت اخر وحده باسكو انا كنت كملت التصوير كي هما راحوا يبداو التصوير تاعهم كي جيت نسوق لقيت بليك الناس كاع باعت لي بروجي تاعها على ورقه وخداو كاع لي زافونس اي دونك لي تيلي يزافيشي كومبلي كوم لو كا دو شروق الوغ ساشون كو شروق اي زيتي ديجا او كورون دو بروجي بصح قال لي ما كانش متوقع انه رحت بهذا الكبر في الانتاج باسكو انا قلت له راني ندير حاجه شابه اي تو ايتترا قال لي شوفي ديري لي حاجه تاع 15 دقيقه ما تجوزش قلت له اوكي وهي سي دوماج باسكو اون سيري دو 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 دون يعني بهاد الكبر لازم تكون شويه الناس تحب تشوف اكثر لازم تكون او موان 20-25 مينوت باش الناس تستمتع بالديكورات بالانستالاسيون دي بيرسوناج فيو كو سي اون غروس برودكسيون اون غروس ديستريبيسيون تاع لي زاكتور باش كل اكتور نشوفوه في هذا دونك كي تشوف شويه وتقول كيفاش هذه حبست مازال ايتو ايتترا دونك سي نورمال سا فا كري كوم ميم هذاك التشويق الزايد ويمكن كاريمون يمكن في ناس راح تاخذها انه كيفاش هادو متمسخروا بينا يمكن ياخذوها شويه بعنف حنا باسكو ممكن نعبروا على مشاعرنا ان كانت بمحبه عندنا هذيك شويه العفويه الزايده يعني حنا اوني كوم سا سي الكاركتير دو لالجيريان جو بونس باسكو بما انا نكون نشوف ماتش تاع فوت شويه نكون على اعصابي ولا حاجه اي انا تمنيت ميم كي كنت في المونتاج نقول يا الله كنا عطاونا شويه ان بو بلوس مازال ما تكملت الناس كيفاش راح تشوف الانستالاسيون ولا من بعد كيحسوا انه في نقص يمكن في السيناريو وهي ما خاصش
باسكو كنا نشوفوا حلقه كامله كما انا متوقعتها كنا استمتعت وما يكونش في يمكن يعني نقد على 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 المضمون يعني هذا الوحيد لانه من جهه التقنيه ولا الديكور ولا هذا ما شاء الله الفريق العمل داروا عمل رائع ونشكرهم على على هذه المناسبه والحرب نديرها مليح رانينا لان وضع المملكه في خطر مرحبا بكم في مملكه بوغرون pas du tout d'accord. Nawal Zaatar, c'est une très très grande actrice. Peut-être en noir et blanc. Donc pour moi, c'est une tête d'affiche. Hamida Achouri, c'est une très grande tête d'affiche. Kamel Bouakaz, c'est une grande tête d'affiche. Farida Karim, c'est une tête d'affiche. يعني في اسامي ما تخلص لا نوفيل جينيراسيون عندك عماد بن شني كي اترافايي سور بوكو دو فيلم سينما وسي على تيلي عندك زكريا بن محمد كي تي لا ستار يعني تاع الدراما في التلفزيون الجزائري دونك جو ن سو با دو تو داكور يعني بالكلام كيما هذا صافي لونطون ما شافوهمش مي ريستورون دي غران سي دي غران تو افوزي ساشي بيان ايفيدامون il faut jamais oublier Fouzi Sachi c'est un grand monsieur c'est l'un des premiers qui a eu le meilleur meilleure interprétation masculine في مهرجان قرطاج في 84 فهمت كيفاش donc ça c'est très important avec bien évidemment la nouvelle génération les acteurs tani qui sont connus في التلفزيون اللي دائما نشاهدوهم وعندك الشباب تاني اللي طالعين عندك تاني موني بوعلام عندك خمسة مباركية عندك عندك aussi مشاركة اللي ضافت un plus très très artistique c'est une femme qui est très محبوبة اللي هي الفنانة عايدة عبابسة qui a lors de sa participation elle a été exceptionnelle vu que elle a vécu en Égypte et elle m'a vraiment remercié d'avoir joué le rôle parce qu'elle m'a dit tu me réalises mon rêve. Elle a toujours voulu jouer Cléopâtre. Donc, j'ai pensé à elle parce que la caméra t'aime, le kalam hab el masri, بالرغم انه هي تلعب الدور تاع في خرتيتي تلعب باللهجه المصريه بصح هي اللي كاشي في لو بيرسوناج تاع الملكه حيه. شوف انا جو نسوي با كونتر دو فواياجي اي دو تومبي دون الباسي او دون الفوتور باسكو في الديبيو تاع بوغرون اون دوفي تومبي دون لو فوتور مي لو روبيراج ما ساعدنيش هي او فات في لا سيزون 2 اون سرا دون ان فوتور تري 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 مودرن في لا سيزون 2 اي دونك لازم له تحضير اكثر لي زيفي سبيسيو اكثر سا دوموند بوكو دو طون بوكو دو ديكور ايتترا مي اون ا كومونسي ليكريتور Et inchallah راح نوصلوا نتيجه جميله pour la saison 2 et ça sera تحدي كبير 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 je pense que même في الوطن العربي ما داروهاش ان شاء الله نكونوا سباقين هكا باش بالافكار تاعنا دونك on a préféré aller dans le passé vu que c'est les tendances un peu internationales et puis même toujours le décalage entre le présent les هو 2018 enfin تاعنا dans le présent actuel et aller dans le passé هذوك تما même كي نحبوا نديروا ميساج تاع مجتمع ولا حاجه شغل اي باس سي بلو سوبتيل Et c'est moins violent que Kinkono, par exemple, directement, ou Nmani, ou directement, ou les Dahk, la Omor, Zama Fadek, Lourd, Kano, Endhom, avec un langage plus trop actualisé. Bzaki Djibinta Wahed, 2018, ou Yahdar, avec autant d'actualité, c'est vraiment justifié. On n'est pas et encore une fois c'est pas faux si les gens lidéraux ou les scénaristes lidéraux parce que quand on est dans une période khayaliya tout chi mesmouh in kan fi loura in kan fi décor in kan fi costumes in kan fi kol haja mesmouh mahich hada ma ykounch yqder ma ykounch abadan ma yqderch ykoun naqd yani bsah ana habit ykoun plus réel dans ce point là
Kinjoum 2018, on est tenu par des références d'époque, on est tenu par un langage, on est tenu par une période bien définie. Donc, qui n'a pas de هاد الشخصيات ان كان في اساميهم ان كان في لبسهم ان كان في طريقه الهضره تاعهم لازم تكون تاع 2018 بصح الشخصيات اللي تكون ناقص 30000 سنه انت في خيال وانت في جاهليه ما فيش حضاره ما فيش ديانات وحتى اذا تكون تكنولوجيا معينه ولا لا ماجي ولا الامور ولا هذه هذا ما يسمحش انه تقدر تكون يعني هي مسموح انه تكون باغ زومب اسامي متطوره ولا هذا بصح هنا اونكور اون فوا حنا رحنا الخيال تاعنا كان ممزوج بين حاجه يعني في في في, في, في زمان كانوا كل حاجه لهم علاقه بالطبيعه يعني يسموا له لو بلون الريح الابيض الجبل يسموا على حاجه اللي يشوفوها اللي يلمسوها اللي يمكن هذاك الشيء تربى غير عندهم هذيك النبته اللي تحيا غير عندهم ما على باليش ولا الدواء ولا كل حاجه اي اون ريفيرونس بالحاجه اللي هي باغ اكزومبل تميزهم كيما دوكا حنايا ان سيمبول ولا باغ اكزومبل تقول باغي لا تور ايفل الجزائر مقام الشاهي زعما شغل هكذا يكونوا دي سيمبول الفينك يقول لك غير في الصحراء تاعنا فهمت واش قصدي الحمد لله انا نشكر الام بي سي على الثقه الكبيره وعلى المفاجاه باسكو تري سينسيرمون انا كنت قاعده في الدار لا في تاع رمضان عادي يعني نوجد في الشروق ايتترا يكلموني من الامارات يقول انا من الاول والله جو بونسي كي سيتي كاميرا كاشي يعني سي لو ريفلكس لا في تاع رمضان مازالهم الناس دير كاميرا كاشي سوسي سولا جو مي سوي دي مانيش مصدقه حتى اللي رجعوا كلموني وجوزوا لي مانيش مصدقه دون لو سونس انتبه تعرف علاش ماشي مصدقه انا احلامي كبيره ماشي مصدقه باسكو تخلعت ولا هادي نو ماشي مصدقه باسكو لا في تاع رمضان اون بلوس يقول لي سيد قلت له يا با دو بروبليم نعطيكم انا لو كونتوني تشوفوه ايت سيتيرا مي مو جو دي دافونس سي تان كونتوني الجيريان باسكو ندارت هاد لا سيري بور الجيري وما مانيش كانش عندي باللهجه الجزائريه ما كانش عندي طموح انه تطلع مدبية ندير حاجه اللي تقدر يديروا عليها دوبلاج ويديروا سبتايتلز من تحتها ونبيعوها دواتا غوش بوركوا با ولا يشوفوا قدراتنا تفتح لنا باب نخدموا اليترونجي ولا هذا لكن ما توقعتش انه يقول لي نقبلوها باللهجه الجزائريه وعجبتهم وتقنيه عاليه و سي توب اوني تري رافي وهذا هذا دونك فريمون كنت وقال لي كوني على علم انه انت اول مغربيه يعني لا تونس لا المغرب لا الجزائر ولا مره خداو هما مسلسل على الام بي سي دونك سي ان اونور بور موا جيتي تري فلاتي وقالوا لي حنا نشوفوا معاك القدام الخدمه كي شفنا انه المستوى تاعك بهالدرجه حنا نفتخروا انه وحده عربيه قادره توصل لمستويات كيما اللي هما يشوفوا الجانب التقني المحتوى والفني دونك ايز ايتي تري كونتون ايز اون فيو لي ايبيزود بعثناه لهم تري رابيدمون دونك سيتي دي نوي بلانش باش قدرنا نبعثو ترانسفير ونغاولو ايز اون فيو لو كونتوني ايز ايتي تري كونتون قالك سي تري بيان بور ان ديبي ايز اون ادوري اي مون فيليسيتي قال يعطيك الصحه استن ديبو باش تدخل لهجتنا اي سي تي مون غيف تعرف شنو على ما صدقتش باسكو سي تي مون غيف ننقل لهجتي مون اكسون نو كوتوم ضحكنا ايجابياتنا سلبياتنا لازمش نتعقدوا من امور نقول لازم نعطي احسن صوره الاحسن صوره يتمثلت بالتقنيات بالديكورات بممثلينا
بالاكتور اللي راهم اجوردي سون توس هادو لي جون كاع لي لوبورتونيتي اللي كانت ليهم باش يطلعوا فيها. ليكيب تاني اللي اشتغلوا معنا اكساسوا الفريق التقني اللي كان جزائري تونسي للتقنيين التونسيين اللي تاني اساميهم دوكا راهي في الام بي سي. الممثله مها شطورو اللي مثلت معنا نجمه الكوميديا في تونس اللي مثلت معنا بيان سور كاع راهم استفادوا. لي بيتي زاكتور تاني اللي من ليبيا اللي شارك معنا اللي كان يدير لو غارد هذاك اللي مات مات بالخوف مع طاكطاوي تويت سيتيغا. دونك يعني عطينا 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 فرصه للجميع و طول الموند اي كونتان. اليوم يوصلوني رسائل من تونس راهم يتابعونا على الام بي سي 4 راهم يتبعوا في الشروق. يعني الحمد لله احنا نشوفوا الجانب الايجابي ودائما رانا من دروكا بدينا نكتبوا لا سيزون 2 اي فا يافوار بوكو دو سوربريز سور لا سيزون 2. En tous les cas, de très grands acteurs qu'ils m'ont félicité. Ou alors ils m'ont dit qu'ils sont dans la saison 2. Il y a des gens que j'ai pensé à eux. Mais malheureusement, tellement où nous avons un peu de temps, les gens vont directement pour dire qu'ils ont copié ça. Mais ils ne font pas le fif. Dans les pays d'Antania, ils font que l'acteur il travaille là. يقدروا يكونوا نفس المشاريع. انا كاين مشروع هاد العام يقول لك انه يشبه المشروع تاعي اي تو سما با ديرونجي سي تنامي. انا نسيم وما عندي حتى مشكله ونتمنى له كل التوفيق كي هو كي مروان وكل الطاقم تاعهم. و اي فوالا اكزاكتومون ما عندي حتى مشكله ونقولها وكونترير وماذا بيا الناس يشوفوا هذا المشروع. الجزائر كبيره عندنا بزاف تلفزيونات والمشاهد لازم يستغل البروغرام تاعو ويكون عنده واش يزابي في يوتيوب واش يشوف الليل باش يسحر باش ومن بعد بيرسون نو مو ديرونج انا كلهم على راسي وعيني. Oui, oui, bien sûr. J'ai été déçue dans le sens où je pense que ça aurait été un bon concurrent. Un bon concurrent, لأنه كنت عارفة بالتقنيات اللي كانوا يخدموا بهم et tout, etc. احنا دايما نتعلموا والواحد اللي يزيد لنا في, 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 في الجزائر ما راناش حنا ضده. ماشي عيب انك تجيب اجنبي يعمل لك اخراج ولا يعمل لك دي او بي ولا معليش حنا نتعلموا منهم. المهم انك تكون جيب فريق وخليه يتكون. شوف الاستاذه سميره حجيلاني اليوم جابت فريق عمل ايراني لكن راه يتكون معاه فريق عمل جزائري. هذا هو الهدف. ماشي عيب انه ما نعرفش، مي العيب كي تقعد تخلي الناس تجي وانت ما تتعلمش. كي اليوم يوم يلوموا ريم غزالي على مخرجه وعلى شهادي، انا خلتني الدنيا نتعلم. قوتك هو كأنك تتعلم. برودكتور سي تان ميتي جو نو دي با ولا نقلل. انا راهم يديروا انتاجات على مدار سنه والشروق ما شاء الله دائما الاولى بانتاجاتها. لكن كونت اون اكسترناليز ليكسترناليزاسيون دي برودكسيون سي كيك شوز اللي نقدروا نتحكموا فيها اكثر. باسكو ان برودكتور اي سو ديدي كون اي سو كونساكر لهذاك لو بروجي ويدير كلش باش ما يضيعش وما يخسرش وما يديرش وما يعملش. اما كي تكون قناه بكبر قناه الشروق تي في وسي علي اللي عنده انتاجات عديده ومتنوعه على كل المجالات ان كان في الـ في الـ في الـ يعني في, في عنده ثاني سي بي سي كان الطبخ والاخبار. يعني ما تقدرش وين تحط راسك في حاجه. اما كي تجيب انت منتج خاص هذاك المنتج اللي ديدياس هذاك اي سو كونساكر بور رياليزي هذاك لو بروجي باش يطلعه لك كيما انت راك حاب. انت هو لو كليون. دونك جو بونس كو هما كي راحوا غامروا حتى اذا كان عندهم برودكسيون اكزيكوتيف في تركيا في الجزائر في هذا بصح اونكور اون فوا لو برودكتور اللي يكون على راس المشروع تاعو ماشي كيف لانه تخصص. هبلوه انا كنت كي نقعد معاه يقول لي كدا 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 باسكو سي با بوسيبل. هو انسان طيب
هو إنسان طيب وقلبه كبير ويساعد كل واحد وبابه كانت مفتوحة لكل واحد اللي بدأ في الإعلام ولا بدأ في الإنتاجات ولا الشباب اللي رانا نشوفهم كانوا يديروا بودكاست اليوم يعطيهم إنتاجات رام يقدروا يديروها على مستوى دونك هو لازم يخلي كل واحد يتخصص وياخد منهم هو يختار. أنا بالنسبة لي هذا رأيي. Je ne sais pas encore. Ça dépendra du scénario. Cette année, on va faire un grand atelier. Inch'Allah. من وراء ما نشوف الكتابة تاع السيناريو وين يروح باسكو انا تاني نكتب السيناريو وقتها نقرر سا ديبون ولا كان عندنا الوقت يعني الكافي للتحضير بصح سكي سيغ سي كو ما نزيدش ندير انتاج بلا توقيع مسبق. Il n'y a pas de la politique, il y a des messages تاع المجتمع يعني حاجة سوسيال ماهيش حاجة متوجهة للسياسة. أنا نظن أنه هاد يعني جات حنا يا هكذا اون فاغ اللي ولاو لي توندونس أنه حنا غيرنا سلوك المتفرج الجزائري. علاش؟ باسكو كي انت دوكا اوجوردي tu fais un scénario كي انكور اون فوا ما تجيش انا ننتقد ولا يقول لك غدوه هضرت فينا ولا هذا جو فو كو ميساج سوا كلير. كي انت تقلب سلوك متفرج لانه اللي تعطيلو لا كوميدي في لا بوليتيك داخله في لا كوميدي اي سيتي بيورمون بوليتيك مي دون مانيير تري 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 بريزونت لي ولاو الناس. انا شفتها من اول حلقه واش هو البوت تاع لا سيري تاعك علي من راكي تمسخري وشكون هو انت هي زعما الرئيس انت شو جيتي شوكي عبالك نخلعت alors que j'ai compris que vraiment il y avait un sérieux problème. Ça veut dire on pouvait plus raconter une histoire من الخيال لانه كل حاجه فيها قراءه سياسيه دير هي دوره je ne sais pas quoi دير je ne sais هاديه يقول لك ça veut dire راكي تمعني على هذاك تسمى الاخر هذاك تاع لارمي هذاك تاع سبحان الله يا اخي في العالم وفي الدنيا كاع يديروا حكايات وفي الخيال. انا كنت جو بو فير باسي ان ميساج بوزيتيف جو لو في اي مو جو بونس كو ليتا تاعنا ما يلحقوش حتى يحبسوا ان بروغرام كون فريمون ما مرقوهاش برك حنايا جو بونس كو ليتا تاعنا او كونترير اي ريغارد لي سيري تاعنا بزاف مسؤولين يشوفوا يضحكوا وميم كي يقولوا عليهم يضحكوا يا با بروبليم ويفهموا بلي هادوك سي دي زارتيست اي سون با لا يعني ماهمش سو بوين زعما فارغين شغل جايين هادي بصح حنا تاني لازم الواحد شويه يعرف حدوده ماشي يقول لك تحبس حريتك وين تبدا حريتي انا. Donc tu peux faire des petits clins de ha. شفت la dernière fois انا جي في الانترفيو تاع ماجير اللي قالوا له بلي تاع الو بورتو راه داير حاله الا ريغولي الا دي نو سا مي ديرونج با اي تو جو تروف كو ميم لا نايفتي كي تكون واحد انسان عنده نايفتي ولينا ما نقبلوهاش سما زعما حنا كاع مارقين وهو اللي ماشي فاهم. Donc c'est la même chose pour la politique et là je suis contre. ماشي غدوا يقولوا لك وي تضرب الشيت انا ما نضرب الشيت حتى واحد انا يفو اتر مي كان ميم كل حاجه عندها مقام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك كل واحد عنده مقامه كيفاش نتايا دوكا وزير ولا هذا اللي يجي دوكا ولينا نمسحوا فيه الارض سي با بوسيبل. اون بو ريغولي سور دي سيتوياسيون اون ني با دي جون انفيرمي ولا عندنا اسبري مغلوق ولا حاجه ولا تكون كلمه حق ولا هادي بصح او فينال ما نظنش انا حتى جزائري يكون يطلع لبرا ويشوف واحد يتمسخر عليه ما يقبلهاش يكون يتمسخر بوليد بلادو سي با بوسيبل. نضحكوا على بعضنا نعرفوا على بعضنا يا با بروبليم تو باس مي يا كاين حدود اي جوستومون هذا الانقلاب في الكوميديا على السياسه ولا المشاهد يستصعب او ما يستهضمش كيما يقول لك الكوميديا العاديه
ولا الكوميديا اللي فيها شوية ذكاء ولا فيها ميساج بوزيتيف ولا فيها هادي هاوك لو ميساج بوزيتيف هذاك تاع مسعود اللي كان رائع اللي الى ايتي بارطاجي بزاف على لي ريزو سوسيو اللي كيفاش يوصف الجزائر باش نعطوا شويه امل باش نعطوا شويه ايجابيات في هذا البلد. علاش رانا حابطين عليه ما كاش وما كاش وما كاع نشكي وما رانيش انا نقول باللي كان توب يا بوكو افير مي يا دي جون كي اون في بوكو اوسي بور سو بيي اي فو با كون نشوفو جوستمون هايك المشكله. حنا اون سو فوكاليز غير على النقائص ما نشوفوش لي شوز بوزيتيف que la wilaya d'Alger fait, que certains ministres font, que... Mais je ne dis pas que c'est non. Il y a des gens qui font ou qui font. Et il y a des gens qui travaillent dans le pays qui sont contre-courant, qui ne sont pas à leur pays, que certaines personnes et certains responsables, là on est en train de faire de la politique, ils font l'inverse. Et ils déroulent. Et ça, c'est partout dans tout le monde. Il y a le bon, le mauvais, le méchant, le qatel, le serraq, le yinhab, le yamel, le yifal. Ça, c'est partout dans le monde. On ne va pas recréer le monde. Mais ça, on voit un peu d'éjabillat, un peu d'entraînement. Tous les gens qui disent qu'un homme travaille dans la pays, il n'y a pas de mal. Il y a beaucoup de familles, des enfants de familles qui travaillent dans le pays, qui travaillent dans l'armée, qui travaillent dans la gendarmerie, qui travaillent dans le jeu, qui travaillent dans les mouchabarats. Je ne sais pas si les gens ne sont pas bien. Comme tu as un jarak, le jar ne sont pas bien. C'est la même chose. Donc, il faut qu'on se focalise yid fi yid, hatta ma' al-jumhur, hatta ma' al-hada. On se focalise باش نديرو ايجابيات ونفتخروا بولادنا ونشجعوا ولادنا ونعاونوا الزوالي. كون كل واحد يعاون الانسان اللي قريب عليه الدنيا تكون على ما يرام. الدنيا تكون على ما يرام. جو دي بيان ما كاش اللي يقول لك انا ما عاونونيش انا ما داروش وانا ما هادي. ما كاش منها. روح تخدم تجيب حقك. سالتك سؤال جاوبتني 60. كيفاش دايره المملكه تاعكم؟ بلادي شابه بزاف، فيها الشجر، فيها البحر، فيها الرمل، فيها الصحراء، فيها التل، جنة في الأرض، فيها ربيع، فيها الخريف، فيها الشتاء، وناسها طيبين بزاف ومضيافين ويحبوا الخير. بصح بون خلينا بوليتيك. كيفاش؟ وش معناتها بوليتيك؟ والله يا مدام أنا ما على باليش. مي ان تو لي كان نتمنى التوفيق والنجاح لكل المنتجين لكل الممثلين وكل الناس اللي دارتنا انتاجات شابه هذا العام، ميم اللي داروا لي بوتي بروجي، ميم اللي كانوا عندهم افكار شابه، اللي داروا لي زيميسيون تاع كوبوي، اللي داروا لا ماجي، ليلوزيون، لي جون هذوك اللي داروا، يعطيهم الصحه. جو سويت لكل القناه من البلاد، من الحياه، من النهار، من الجزائريه وان، من الشروق، من الام بي سي 4، نتمنى لكم كل التوفيق وصحه رمضانكم وصحه عيدكم ولا مشفناكمش ديسي لا. ميرسي بوكو سليم، ميرسي ا توت ليكيب. راهو جا وقت الفطور. مع السلامه، باي. وسناونا سيزون 2 ان شاء الله تكون اقوى واقوى ومفاجات هايله. ميرسي، باي. كان هذا العدد الاول لبلاد تي في. نعطوكم موعد الأسبوع القادم مع حوارات وربورتاجات حصرية حول عالم التلفزيون في الجزائر.
خلال شهر رمضان موبيليسيو ضاعف عرض بيكس ثلاث مرات. مع بيكس ألف استفيدوا من مكالمات وأسماس غير محدودة نحو موبيليس 3000 دينار راصد إضافي نحو كل شبكات و15 جيجا أنترنت. نعم الأنترنت مضاعف 10 مرات. كل هذا صالح لمدة شهر. بيكس هو العدل ولمكم. موبيليس أينما كنتم.